لم تتغير وتيرة الصراع في السودان حتى وإن هدأت نسبياً على وقع هدن واتفاقات تهدئة، غالباً ما تشهد خروقات واشتباكات متقطعة. العاصمة الخرطوم لا تزال المحور الرئيسي للمواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ تشهد معارك وغارات جوية أثناء الهدنة القائمة حالياً والمحددة بأسبوع، هدنة جاءت كنتيجة لمفاوضات طرفي الصراع الممتدة في جدة منذ 6 مايو الجاري، وتعلقت بها آمال السودانيين المحاصرين للخروج عبر مسارات آمنة، إلى جانب آمال قوى إقليمية ودولية في تمكين المنظمات الإنسانية من إغاثة المتضررين واستئناف الخدمات وعمل المرافق وتأمين المخزونات من الحاجات الأساسية. الخارجية الأمريكية تقول إنها تتابع مع مجموعة مراقبة الهدنة التي تم تشكيلها في السعودية انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن هدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بفرض عقوبات على الأطراف التي لا تلتزم باتفاق جدة. وبحسب إحصاءات نقابة أطباء السودان، فقد ارتفع عدد القتلى المدنيين جراء الصراع الممتد منذ 5 أسابيع إلى 865 شخصاً، رغم أن النقابة تشير إلى أن عدداً كبيراً من الإصابات والوفيات غير مشمول بهذا الحصر، وذلك لعدم تمكنها من الوصول إلى المستشفيات جراء صعوبة التنقل. ومع تبادل طرفي النزاع الاتهامات بشأن خرق الهدنة وانتهاك وقف إطلاق النار، تزداد المخاوف والتحذيرات من ارتفاع كلفة تلك الحرب والتي لا يدفع فاتورتها سوى السودان وشعبه.